لكم. إذا مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى كلمة وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي ووزيرة الخارجية الكوسوفية ميليسا هارديناي عمليا لتطبيع العلاقات أو إقامة العلاقات بين البلدين وافتتاح السفارة لكوسوفو في مدينة القدس. وبهذا نتوجه إلى مراسل اي 24 نيوز عمر ربيع المتواجد من أمام مبنى وزارة الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس. إذا عمر، أهمية هذه العلاقة بالنسبة لإسرائيل، وما هي ردود الفعل حول التوقيع؟ نعم دانيا، إذن الأهمية لإسرائيل من إقامة العلاقات مع كوسوفو تتمثل بأمرين. الأول هو أن كوسوفو هي دولة ذات غالبية إسلامية، وإسرائيل طالما سعت إلى أن توسع دائرة الاعتراف بها من قبل الدول ذات الأغلبية المسلمة، لأنه لسنوات طويلة كان يعني ينظر إلى إسرائيل وكأنها عدوة لمثل هذه الدول. أما الأهمية الثانية فإن كوسوفو تقع في شرق أوروبا، وأيضا هي كانت ضمن الدول الاشتراكية في الماضي، وتلك الدول لها علاقات كانت تتسم بشيء من العداوة أيضا مع إسرائيل أولا، وثانيا بما أن كوسوفو هي أيضا في شرق أوروبا فإن مثل هذه الدول هي مهمة جدا لإسرائيل، خصوصا بالتصويت على لصالح إسرائيل في المحافل الدولية. أما عن الشق الثاني من السؤال وهو ردود الفعل دانيا، بالطبع هناك لا يوجد هناك العديد من ردود الفعل داخل إسرائيل على هذا الحدث، يعني مقارنة بالعلاقات التي أقامتها إسرائيل في السابق مع البحرين، الإمارات، السودان، المغرب، التي كانت هناك العديد من ردود الفعل في إسرائيل، ولكن نحن لا نرى تلك الحماسة هنا حاضرة في التوقيع مع الاتفاق مع كوسوفو. وأنا أريد أن أقول أن هذا الأمر هو مرده على ما يبدو أيضا بسبب جائحة كورونا والإغلاق الكلي الذي تعاني منه إسرائيل أولا، وثانيا بسبب الانتخابات الإسرائيلية والتحركات على الساحة السياسية. ابقى معنا عمر ربيع مراسلنا مراسل اي 24 نيوز. أرحب بضيفنا زهدي حزاري، صحفي كوسوفي ينضم إلينا من برشتينا عاصمة كوسوفو. أهلا بك سيد الزهدي. إذن كيف تنظر كوسوفو إلى هذه العلاقة مع إسرائيل، وما هي أهمية الاتفاق بالنسبة لمصالح كوسوفو؟ يعني كوسوفو دولة صغيرة، أصغر دولة في أوروبا ودولة جديدة يعني، ومحتاج لكل اعترافات ولكل دعم من أي دولة كانت، وبهذا يعني في هذا الزمان بنسبة الدعم والاعتراف من إسرائيل بنسبة كوسوفو يعني شيء عظيم يعني، وبنسبة لنا جميل جدا، بسبب أن نرى أن كان أيضا دول عربية يعني تتقرب مع علاقاتهم مع إسرائيل، وأيضا من ناحية أخرى كوسوفو يعني تتحرك دائما بمستشار وباستشارات من دول صديقة كوسوفو يعني من دول أوروبية وأكثر شيء من أمريكا، وهذه العلاقات جاءت من اتفاق في واشنطن يعني. طبعا يعني من ناحية أخرى استفادات كثيرة أيضا بالنسبة لإسرائيل، ولكن كوسوفو محتاجة لأي دولة في العالم اعتراف ودعم لكوسوفو يعني. نعم، إذن سيد زهدي بالنسبة لكوسوفو أو كوسوفا عمليا، هل ترغب كوسوفو بتطوير العلاقات مع إسرائيل بشكل حقيقي، أم أن إسرائيل هي بوابة كوسوفو إلى الولايات المتحدة؟ لا أظن يعني بشكل حقيقي، لأن العلاقات بين كوسوفو وأمريكا يعني جميلة جدا، ويعني طبعا كوسوفو المكان كوسوفو الآن هنا بسبب أمريكا يعني بسبب التدخل الأمريكي ومساعدات أمريكية، ولكن كوسوفو محتاجة للاعتراف إسرائيل من ناحية أخرى يعني، ليست باب من الأبواب للتقرب إلى أمريكا. نعم، إذا عمر سؤال لك مراسل اي 24 نيوز إلى القدس. عمر، بما يختص بجدول العمل اليوم بين وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الخارجية الكوسوفية، سيكون هنالك بث عبر الفيديو عمليا لافتتاحية سفارة لربما، أو الكشف عن عنوان هذه السفارة، معلومات أكثر؟
ما سيجري اليوم دانيا هو يعني إسدال الستار على أو عن يعني لافتة تحمل اسم السفارة الكسوفية في القدس، وهذه السفارة ستشغل في خلال يعني الشهر القريب، هي لن تفتح اليوم ولكنها ستفتتح بالشهر القريب. ومرة أخرى أقول أن ما سيجري اليوم هو فقط إسدال الستار عن هذه اللافتة. أما عن السفارة في القدس، لا أعتقد أن هذا كان شرطا إسرائيليا بقدر ما كان شرطا أمريكيا. نعم. الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب على ما يبدو هي من ضغطت على كوسوفو لكي تحذو حذو الولايات المتحدة بفتح سفارة كوسوفية في القدس، وهذه هي السفارة الثالثة. نعم. يعني من دول العالم التي تفتح في هذه المدينة، وتأتي كما قلت أيضا بعد يعني قيام دونالد ترامب بنقل السفارة. نعم. الولايات الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ابقى معنا مراسلنا عمر الربيع. إليك رجوعا ضيفنا الكريم زهدي. إذا أستاذ زهدي، في إسرائيل ينظر إلى هذا الاتفاق على أنه إنجاز كون غالبية سكان كوسوفو من المسلمين وكوسوفو تتبع إلى أوروبا. هل تشعرون بأن هذا الاتفاق ربما هو بين دولة اليهود ودولة المسلمين في أوروبا؟ كيف يقرأ هذا؟ يعني كوسوفو، أنا قلت في البداية، تتحرك دائما باستشارات من دول كبرى يعني، وأكثر من دول أمريكا يعني من أمريكا. وطبعا هذا كان استشار من يعني من أمريكا بالنسبة كوسوفو بالنسبة السفارة. ولكن يعني مسلمين في كوسوفو 96% مسلمين، ولكن في علاقة يعني قديمة شوية من دول يعني من حرب عالمية ثانية، لأن كثير من يعتبر يعني كثير من اليهوديين جاءوا إلى كوسوفو يعني فرارا من ألمانيا. وكثير من شعب كوسوفو يرى هذا، حتى يفكرون يعني، ولأن إسرائيل تأخرت لاعتراف كوسوفو، مما يعني كان علاقة كوسوفو وإسرائيل وشعب يهودي يعني من حرب عالمية ثانية. نعم، وفي عام 1999 قالت عمليا اليوم وزيرة الخارجية الكوسوفية ميليسا هاردناي بأنه في هذا العام 1999 عمليا إسرائيل استضافت عائلات من كوسوفو عقب الحرب بينها وبين صربيا. أستاذ زهدي، بجملة، هل هذا سيؤثر على العلاقات مع صربيا بين كوسوفو وصربيا؟ يعني هنا في كوسوفو نظن أن علاقات بين كوسوفو وصربيا بسبب هذا الاعتراف سيكون يعني أقرب مما كان حتى الآن. نعم. إذا عمر ربيع، لدينا أقل من دقيقة لتلخص لنا مجمل ما حدث اليوم بين الدولتين إسرائيل وكوسوفو، تفضل. إذن على تطبيق زوم أو على تقنية الفيديو كونفرنس، قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية وأيضا الكوسوفية بالتوقيع على هذا الاتفاق، وسيقوم يعني المسؤولون بمسح هذا الاتفاق بشكل على المسح الضوئي وإرساله عبر البريد الإلكتروني. إذن هذا ما حدث اليوم، وهذا هو مجمل ما حدث. وبالطبع هو هذا يعني بالفعل أول مرة لربما في التاريخ التي تقام لربما سابقتين عمليا توقيع اتفاقية مثل هذه عبر المسح الضوئي وإرساله بين الدولتين، وسابقة توقيع دولة إسرائيل مع دولة كوسوفو ذات غالبية مسلمة. شكرا لك يا ضيفنا من بريشتينا الأستاذ زهدي خيزري، الصحفي كوسوفي. شكرا لك. شكرا لك مراسل i24 نيوز عمر ربيع، حدثتنا من أمام مبنى وزارة الخارجية الإسرائيلية من مدينة القدس. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التغطية الخاصة، نعود ونلقاكم في تفاصيل أكثر حول هذه الاتفاقية. كن بكل خير، إلى اللقاء.